مش موضوع. مش كفاية بقى ونركز في شغلنا شوية؟ حياتي بليز تركني شوية. ايه؟ انت هتسيبني هنا ولا ايه؟ ايه هما يخطزبوك ولا ايه؟ خد بالك عشان الواد ده ممكن يبقى مكمر حاجة هنا. ايوة! يا جمال فلاسفر شفتك النهاردة في التي في قاعد في المجلس زي القمر، انت بتروح مطبق ولا ايه؟ قاعد مخمد كده. انت بتقول ايه؟ مخمد علي كلاي، جامد كده في قعدتك. طلباتك يا جوجل. ايوه، لسه قايل طلبات لحد وزعل. ما تتكلم يا لا عايز ايه؟ شريط اصلك جديد. عايز نصيبي طبعا يا باشا، وانا شاطر وجايب شنطتي معايا. الله، واحنا كل شويه نرفع على بعض سلاح ولا ايه؟ دي دبان جميلي وقعت في ايدي بالرنج. بالغلط يعني. الله، ده انجليزي اهو، قلت اجيبها للباشا هديه، والنبي قبل الهديه. وانت اولى من زوجتي والذئب، زوايف. برافو صابر. بتتكلم بجد انجليزي صح؟ جود باي. 120,000 جنيه دفهم لحسابي. خليهم 100 يا صابر عشان خاطري. يا دي النيله بقى. طب خلاص، ال 100 اللي حكم بيهم الراجل ده ضيفهم لحسابي يا عم، عشان خاطرك والمصحف. انتوا هتغنوا وتردوا على بعض ولا ايه؟ حسابك كام يا قد؟ واحد. واحد ايه؟ قصده يقول لك 100,000 يا باشا. 100,000 جنيه. جنيه يا باشا، ده من يوم ما عملوه فضه ويا دوبك بيرن. يرضيك صدقني. 100,000 اخضر يا باشا، واحنا هنسويهم براحتنا. حق ولا مش حق يا روح؟ حقك طبعا. اهو هو نسي انت خلصت له ايه من مين كمان؟ يمين بالله لو ما خدت حقي بالاخضر لاخد البنت دي رهينه. خلاص بقى، خد البنت دي رهينه لغايه ما الفلوس ما تجهز. اقعد يلا بلاش هنبكر. وبعدين بقى اقعد. انا اكتب لك شيك ب 50,000 اخضر، والباقي هضمه لك على العمليه الجديده. من ايد من عدمها يا غالي؟ العملية الجديدة مقفولة بالضبة والمفتاح. المقفول يتفتح. أرصتها والأب كله بيفك بالصبر. يعني مبارك ويقول أمين. كله في البسين بيليل. على جرال. الله، في إيه؟ أنت تترقعلي في الكلام. يا عم لا هرقعلك ولا تسرفلي، شيل ده من ده ارتاح ده عندك وبلاش تتليه. أقعد بس يا صاحبي. يا عم مهيش يا الراجل بتاعنا برضه، واللي يقع منه نلمه إحنا. أنت شايف كده يعني؟ طبعًا. طب أقعد. عشان خاطر الراجل الطيب ده اللي اول مره اشوفه. خلينا في المهم يا صابر، العمليه اللي جايه هتتم في مطروح، وهناك كل متر ونص كمين، وخايف لنلبس الطرح. قصدك البس انا فيها طرحه؟ اول ما تخلص العمليه الجديده فلوسك هتبقى جاهزه على داير الملين. وعد. وعد. طيب يا برنس، خد بقى مني الكارت الجديد، صابر جوجل واللحظه الحقيقيه، عشان لو احتجتني ده الايميل، ما انتش غريب برضه. واحد، تسمع لي تاخد التاني؟ ما انت زي الفل اهو. يعني لعيب فيا يا دكتور؟ وانت كمان زي الفل. خلاص يبقى لعيب في السرير، نجيب اوضه نوم جديده يا لولا. فيا يا دكتور؟ كيمستري. بالبلدي كده الكيمياء بتاعتكم مش راكبه على بعض. يعني لو انت اتجوزت واحده غيرها اكيد هتخلف، ولو انت اتجوزتي واحد غيره هتخلفي طبيعي قوي. وساعتها هنكتب الواد باسمك. انا ما اقدرش استغنى عنه. يعني موضوع الخلفه مستحيل. بصراحه الامل ضعيف، لكن ما عندناش حل غير الصبر، وكل حاجه بيد ربنا. ما تاكلي يا بنت، انت الاصل والباقي حلقه وصل والمصحف. والنبي سيبني في حالي يا صابر. وماله حالك؟ ده احنا في احسن حال. يا ولا يا صابر، زيك يا صابر، ده انا كنت حبيته حب.
تصدق بالله؟ لا اله الا الله، انا بحبك اكتر من صبر اللي انت بتدور عليه وما لقيتهوش. طب اسحبي. لا والنبي لا تسحبي. بس يا صبر بقى يا بنت، والله الدكتور قال في امل. اما انا جايبك هنا بتضربي كوارع ليه؟ انجزي بقى عشان نحلل اللقمه. يعني انا معايا بقى يا صبر، بقيت ارض بر. يا دول كله بايد ربنا، ما بيتعبش غير على الصوم والصلاه، وانت ما شاء الله يعني ما بتقطعهاش. ايه ده؟ فرسان جديد. نحتسبه عند الله شهيد. ده لو بركت عليها ينطفي. والنبي اللي تاخدي دي عشان خاطري. مش عايزة. طب اضربي لك طبق شوربه. لا بس بقى. يا لهوي. الشاي. من يد من اعدمها. ايه الحلاوه دي؟ وعيدك دي؟ ايه؟ هنفضل كده مضينها مسلسلات تركي؟ ولا في ورقه ما بيننا ولا حتى دبله في ايدي؟ ايه؟ مالك فايره في حوارك كده ليه؟ انت في حد مسخنك عليا يا بت؟ ايوه شيماء اللي جوايا، وقالت لي كمان ان انت ناوي تقلبها خناقه دلوقتي عشان تزوغ مني. هتكتب عليا يا فاروق ولا اشوف حالي انا؟ اه ده في حد تاني بقى راكب على الخط. سبت وحد واتنين وحياتك. اوبا في ايه يا جماعه؟ صوتكم جايب لاخر الشارع. خش انت جوه اشوفهم انا. يا روى الليل دخل، مش وراك شغل ولا ايه؟ يلا روح غير. يلا الواد مضايق في ايه؟ ابن عمك سايق الهبل، وانا بصريح العباره كده بقى جاي لي عريس. اوبا عايزه تدخلي غريب ما بيننا؟ طب افرض طلع شمال يلطنا؟ ده حتى شمال في شمال في شمال ما توديكيش في حته، هتجيبك قدام اقول لك نفسي الهاري. انت دارسه في امريكا وعارفه. عارف يا صابر، البت هبه دي زعلانه مني قوي عشان ما خدتش بخاطرها في موتة امها. صابر انت معايا؟ بس عادي، هي برضو ما جاتش في موتة امي. صبري انت سامعني ولا لا؟ بس برضو لازم الواحد يكون احسن منه. الله انت مش سامعني خالص يا صابر. تبا لسطحيه سكنت عقول البشر، يا دي النيله السودا، يا دي النيله السودا، مش عارفه اتامل مع نفسي لحظه. يا ست الناس طول ما انا قاعد قدامك وباصص لك وبمزاجي، مش لازم انت سامعني، انت شايفني، انت فاهمني، انت فاهم، وتعاملي مع وش على انه ريش التكييف. وبعدين في كوبايه الشاي اللي انا طالبها وانا حلو كده فين؟ مالك يا راجل؟ هو انا يعني مش عارف افضفض واخد راحتي معاك بكلمتين؟ انا بقى طبعي كده. خلاص اطلع انا بره. قول لي بقى، عارف كل اللي انت فيه ده من ايه؟ ايه؟ من الحشيش. شيش كل يوم تصرف 300 400 جنيه، كان زمانك دلوقتي عندك فيلا. يعني انا ما شربتش الحشيش ده، كان زمان عندي فيلا؟ طب انت بتشرب حشيش؟ لا. ما عندكيش فيلا ليه؟ قومي بقى فز يا بنت اعملي كوبايه شاي. فيلا كرهتني في الحشيش. تعالى يا غندور، غندور شكله اتسطح.